اولا تحيه نضاليه من جميع العمال الاوفياء سلام مدينتي كاول محطه نضال كاول صحافه كتواكبنا وكتواكب المعاناه ديالنا من البدايه. اليوم كنوجهوا واحد الصرخه واحد النداء للمسؤولين والضمائر الحيه باش يجيو ينقذوا الناس اللي كتشرد اسر غادي تباع من بعد ما قضوا هاد الناس هادو 19 عام ديال العمل في المدينه. اليوم المصير ديالنا هو الطرد والشارع. علاش؟ حيت كنطالبوا بتطبيق القانون، كنطالبوا بتطبيق مدونه الشغل، كنطالبوا بزياده في الحقوق، زياده في الاجر. اليوم سلا كامله الخارجه كتنتفض، اليوم مكتب موحد ديال عمال نظافه مدينه سلا جاي كيحتج، واول محطه نضاليه عندنا هي هادي، وحنا غنواصلوا النضالات ديالنا المشروعه على المطالب المشروعه ديالنا. We'll be right back.